شغال عبد الفتاح رجب، بغسل كلى في مستشفى في يوم العمل من حوالي 6 سنين. احنا مشكلتنا الكبيره في عدم وجود دكاتره باستمرار في النبطشيات. دايما قسم الكلى سلبي وايجابي ما فيهوش دكتور قاعد في النبطشيه. عندنا التمريض هو اللي قايم بدور التمريض، دور الدكاتره، دور العاملات. عندنا التمريض هو اللي شايل الاسم من الالف للياء، ودي مشكلتنا الكبيره. لما حد بيتعب ما بنلاقيش دكتور يلحقه، يا ينزل عنايه يا يموت قبل ما حد يجيله. بقالي 5 سنة بغسل، فجاء الدكتور محمد عبد الله كان بيركب الاساسه للعيان ب 130 جنيه بره، كان بيغسلها ب 180 جنيه. فجاء بعد كده الدكتور محمود مسك بعد ما مشيناه، ده راح جاب لنا الحاجات في الكاميرا اللي هي فلتر الفوسفور، وانا راجل دلوقتي عندي فوسفور، الفوسفور عندي 10. فجاء الدكتور محمد صلبه عايز يشيل العلاج وعايز يشيل الفلاتر، وعايزين احنا عايزين الفلاتر، عايزين في ناس عيانه كتير عندها فوسفور وده عايز يلغيه خالص وعايز يلغي العلاجات بتاع القسم، وعمال يحاربنا هو والدكتور محمد عبد الله، واحنا عايزين نرفع خالص من القسم عندنا، عايزين نجيب واحد امين. مريض مسعود حامد جمعه بنعالج في مستشفى العام في الفيوم. والله احنا مطالبنا كتير، لكن من اهم المطالب الاسانسير، تخيل انه يكون مريض فشل كلى وبيقعد 4 ساعات على المكنه، يطلع ينزل ازاي من غير اسانسير؟ هو اصلا بيبقى طالع تعبان. فنرجو الرحمه من المسؤولين ان هم يبصوا لموضوع الاسانسير ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، عندنا الحمامات غير ادميه خالص، بنخش نتوضا بالعافيه، حنفيات مكسره، في سلبيات كتيره. فنتمنى من الله ان الحاجات دي احنا نتمنى ان يبقى في رحمه من المسؤولين يطلوا علينا شويه، وبنظره رحمه بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا سعيد السيد مريض تشكل وتشكل. المشكلة إن إحنا من حوالي سنة فوجئنا بإن 90% من رأي العوام والخواص في المستشفى بإن المبنى اللي مكون من 4 طوابق وبتحتوي على عناية مركزية، وبتحتوي على فشل كلوي وقشرين إيجابي وسلبي، وبتحتوي على المرضين وبتحتوي على البطنة، المبنى هيفضل سكون. فطبعا بدأت الإدارة بتعمل الترميم وبدا تكسير المبنى وبدا عقار المبنى وعقار المبنى، واحنا كنا في المبنى على امل ان المبنى يتحسن ويبقى مبنى نموذجي، ولكن فوجئنا ان المبنى لا ترميم كامل ولا بين المبنى النموذجي، بل المبنى اتكسر، بل التوقيف وقف. وطبعا احنا سمعنا والله اعلم ان حتى عقد الترميم ب 4.5 مليون جنيه كانوا بنوا اصلا مبنى نموذجي للمرضى، دور ارضي، انما المبنى اصلا احنا كمرضى كده دور ثالث، وده صعب علينا. دي حاجة. الحاجة الثانية فوجئنا إن المبنى أصلا مبني على تحت المبنى مياه جوفية، بناء على المياه الجوفية ما ينفعش ترميم، الترميم اللي عملوه لا حول به ولا قوة. طبعا النفايات بعد الجلسة في فلاتر اللي هي بنغسل بيها والوصلة دي بتتحط في الكيس، طبعا بتترص في الحمامات، بتقوم طبعا بعمل روائح، واحنا في صيف بتجيب حشرات وناموس وروائح كثيره طبعا، وهات والحمام ووش المبنى بتاعنا بنغسل فيه. فطبعا احنا بنستحمل 4 ساعات في هذا الحر، فيعني انت شوف ان يكون الحمام فيه حاجات زي كده وريحه زي كده، وطبعا دي غير العدوى غير حاجات كتيره. واحنا بقالنا سنه او اكثر من سنه في العذاب ده، ده يرضي مين؟ يرضي وكيل وزاره؟ يرضي مدير مستشفى؟ يرضي وزير صحه؟ يرضي رئيس جمهوريه؟ مرضى 300 مريض فشل كلوي ليل ونهار عذاب، ليل ونهار عذاب، لمصلحه مين؟ هي دي الرحمه بتاعت المسؤولين؟ فاحنا المطلوب دلوقتي، المطلوب الاساسي الاسانسير مبدئيا لازم يتصلح ويطلع ينزل فيه المرضى. المبنى مبني على مياه جوفيه، لابد من ان يعمل مبنى نموذجي للمرضى الكلى دور ارضي، وفي اماكن وفي امكانيات، لابد ان نقرر، لابد ان يعمل مبنى نموذجي لمرضى الفشل الكلوي في يوم العام، نقرر لابد ان يعمل مبنى نموذجي دور ارضي لمرضى في يوم العام.